السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم بشرة شانيل، وما تنسونيش اخوتي من لايك وتعليقكم بخصوص الموضوع. عاجل، هزة أرضية جديدة تضرب منطقة الحوز المغربية، إليكم التفاصيل. وقعت هزة أرضية في منطقة أمزميز بتراب إقليم الحوز اليوم الأربعاء 13 شتنبر 2023 على الساعة 4:44، وفق ما سجلته جريدة إلكترونية من عين المكان، فإن الهزة الأرضية كانت محسوسة، مما جعل الساكنة وخصوصا في حي رقراقة يهرعون لخارج الخيام التي تأويهم بعد انهيار منازلهم في الزلزال المدمر ليلة الجمعة 8 شتنبر 2023، وأودت بحياة العشرات منهم. وكشف ياسين زوبير الفاعل الجمعوي أن الهزة الارتدادية لهذا اليوم ليست الأولى، بل ظلت جماعة أمزميز عرضة للعديد من الهزات الارتدادية بدرجات منخفضة لكن يشعر بها المواطنون، مما يرفع من درجة الرعب والهلع في صفوف المواطنين الذين توزعوا على الخيام التي تم نصبها خصيصا لهذه الفاجعة. ويرافق القلق العديد من ساكنة المناطق التي ضربها اليوم الجمعة، وخصوصا في أقاليم مراكش وورزازات وشيشاوة والحوز وأزيلال، من جراء الهزات الارتدادية التي تتكرر بين الحين والآخر. ويذكر أن جريدة أنفاس بريس وقفت من خلال زياراتها الميدانية لإقليم الحوز على عدد من الهزات الارتدادية التي أكدها المعهد الوطني للجيوفيزياء في بلاغاته، فالله يكون معهم، دعواتكم معهم أخوتي، الله يدير لهم تاويل ديال الخير. فهنا أخوتي غنكون وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا على حسن المتابعة، إلى فيديو قادم إن شاء الله، مع السلامة.